قلنا في البيان انه اذا قرب متر واحد، ما عم نقول احنا المنظر، اذا قرب متر واحد فما عاد في مجال، فما عاد في مجال لانه كل شيء وقتها مباح. نديم بلوش واحد من أخطر الشخصيات السورية وأكثرها غموضاً، قصص لا تنتهي حول هذا الرجل وحول دوره ومن يتبع وما حقيقته. نديم بلوش حقق معه نبيل الدندل ويقول بأنه يمتلك سر قصته كاملة. أنا في اللاذقية اجتنا معلومة أنه في خلية عم ياخذوا بنات يسافرون على أفغانستان من أجل جهاد النكاح. هذا عام كم تقريبا؟ عام 2006 2005 بهالوقتها، انه في خلية جهادية عم تشتغل لتهريب البنات على تركيا وتسفيرهن على افغانستان من اجل جهاد النكاح يخدم المجاهدين. فبحثنا في الموضوع وجدنا فعلا ثلاث بنات بالليل عند أهلهن، الصبح ما حد يعرف عنهن شيء، مسافرينهن على أفغانستان. من اللي يقود الخلية هذه؟ اللي يقودها نديم بالوش. نديم بالوش ومعاه ابن خالته اسمه علاء عنتر. فجيت أنا جمعت مشايخ اللاذقية، طبعا المشايخ اللاذقية يعني كانوا شوي مزعوجين انه يعني انتوا عم توقفوا ناس يعني ليش وكذا. فانا جمعتهم قلت لهم احنا عم نحمي اعراضكم وبناتكم، الموضوع في ناس عم تسفر بناتكم على افغانستان، اذا انتوا تقبلوا بناتكم يروحوا نحن نشيد ايدينا ما عندنا مشكلة. وذكرت لهم اسماء البنات، قلت لهم بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان، غادروا بيوتهم بدون علم أهاليهم، إذا تقبلوا وراضيكم ماشيين نحن نسكت ما عندنا مشكلة. قالوا لا أعوذ بالله، شو هذا موضوع ما بيصير كذا. طيب بحثنا مين رئيس الخلية، قالوا نديم بالوش. رحنا وصلنا نبحث عنه، طوقنا بيته وفتشنا بيته بالليل ما لقينا، دورنا عليه. ثاني يوم إجوا أهله، إجن بنات اثنين، بنات عمته يشتغلن معاه موظفات. قال سيادة العميد في عندنا موضوع بدنا نحكي. تفضلوا. قال أنت مبارح تدور على نديم بالوش ليه؟ قالت لي نديم بالوش هذا عم يشتغل مع آصف شوكت مع الأمن العسكري، وهذا زلمتهم، فإحنا نبلغك مشان شو هالحكي. قالت والله. فجينا اتصلنا بالأمن العسكري، قال مظبوط هذا الزلمة زلمتنا وتركونا يا مالنا. بعد ما انكشف عندنا نديم بالوش انكشفت قصته باللاذقية، هربوه الأمن العسكري على تركيا. وكان تابع فعليا للأمن العسكري؟ ايه. وش هدف الأمن العسكري؟ الأمن العسكري كان هو اللي جند السلفيين، مثل ما حكينا من سياسة النظام، والأمن العسكري هو تجنيد الشباب السوريين اللي عندهم ذرة الدين، تسفيرهم إلى أفغانستان وقتلهم هناك. يعني الأغلبية راحت ما رجعت، تخلص منهم. هرب على تركيا مشان يعطونه شرعية أنه هو هربان. بعدين طلبوه عن طريق الحكومة التركية، سلمتهم إياه ودخلوه بسجن صيدناية فترة للتجسس على أهل صيدناية وعلى سجن عذرة. المعتقلين في سجن صيدنايا وش هم؟ كلهم سلفيين. ايه. بعدها طالعوه من السجن وبعثوه على لبنان. لما صارت الثورة في سوريا 2011 وقال نديم بالوش قائد لواء داعش في الساحل السوري، كان النظام السوري يعطيه 100,000 دولار كل شهر. لما انكشف انه هذا يشتغل مع النظام، طبعا شلون انكشف؟ أنا سربت لهم المعلومة للثوار اللاذقية، قلت لهم هذا يشتغل مع الأمن العسكري. بعدين وقفوه فترة وبعدين تركوه، جت داعش طلعته وبعدين سافر على تركيا وانتحر، كأنه هو حس حاله أنه انكشف يعني. واعتقل في تركيا. اعتقل في تركيا وانتحر في السجن. وتعتقد أنه انتحر فعلا؟ إيه طبعا. عندك أنت الكثير من
من قادة قادة المجموعات اللي كانت تشتغل في داعش وفي النصرة وفي هذا كلهم رجال مخابرات للنظام في الثورة طبعا. يعني النظام لعب لعبة خبيثة هو وإيران. يعني داعش من صنع داعش؟ صنعته إيران والنظام وحزب الله، وهم اللي طلعوهم من سجون العراق، وهم اللي فتحوا لهم سحبوا الجيش العراقي من الحدود وسلموهم الأسلحة، وهم اللي فتحوا لهم بنوك الموصل، نهبوا الأموال ودخلوا فيها على سوريا.